مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. مرحبا، يعطيكم العافيه واهلا وسهلا بالجميع. المره الماضيه عملنا هذه النظارة ورجيتكم كيف تسووها، إذا ما شفتوها روحوا على الحلقات الماضية راح تشوفوا كيف سويتها. سهل جدا، كليب تو كليبس نظارة والورق تبع أو تبع حافظ الورق سهلة. روحوا على الفيديوهات الماضية، اليوم حعملكم شغلة جديدة. أوكي، شو بدكم عشان هاي؟ بدكم سلك أو طوق. السلك هذا يكون يغطي راسكو بكل سهولة، زي ما انتم شايفين حجمه سلك عادي. بتقصوا زوايا الورقة نفسها اللي حكينا عنها، هاي القص، بحيث انه تدخلوا السلك من هون. اوكي، السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل